نائب القائد العام لقوات التحرير الشعبية الشهيد محمد خميس البصيلي، ولد عام 1947 في قرية برير قضاء غزة، وهاجر مع عائلته إلى مخيم جباليا خلال النكبة. عمل والد محمد الشهيد خميس البصيلي في كتيبة الفدائيين الفلسطينيين 141 تحت قيادة الشهيد مصطفى حافظ. تعلم في مدارس وكالة الغوث، ثم التحق بجيش التحرير الفلسطيني عام 66 وقاتل في حرب النكسة. بعد النكسة انضم رفقة والده إلى قوات التحرير الشعبية بقيادة الشهيد زياد الحسيني. استشهد والده في اشتباك مسلح عام 1970، وتم اعتقال والدته وأبعد إخوانه خارج غزة، فزاد ذلك من وتيرة نشاطه العسكري. قاد الشهيد واشترك في تنفيذ مئات العمليات النوعية داخل قطاع غزة وسيناء والأرض المحتلة. عرف بأنه سريع الحركة، ينجح بالانسحاب فور تنفيذ عملياته، ولم يصب في أي اشتباك خاضه. وصفه الحاكم العسكري الإسرائيلي العميد المتقاعد دافيد ميمون في حارة التفاح: كان البصيلي يفعل كل ما يحلو له. حتى عام 1971 كان محمد البصيلي يعد أحد الشجعان الذين لم يقولوا بأنهم يأسوا من المقاومة، وحاولوا بناء وتشكيل التنظيم في شوارع قطاع غزة، وبذل الجيش قصارى جهده لاعتقاله، والذي اعتبر أكبر مقاتل. وكان من الواضح للجيش بأن اعتقال أو قتل البصيلي سيكون له تأثير إيجابي وفعلي لإضعاف وتقليص حجم العمليات التخريبية وإضعاف قوة قوات التحرير والمنظمات الإرهابية الأخرى. تولى البصيلي قيادة قوات التحرير الشعبية بعد استشهاد رفيق دربه القائد زياد الحسيني. وبعد 3 أسابيع استشهد محمد خميس البصيلي في اشتباك مسلح مع جيش الاحتلال الذي حاصره في حي التفاح بمدينة غزة في 15 من كانون الأول العام 71. الثوار لا يرحلون، بل يخلدهم التاريخ.